لو حد مثبتك بالسكينة على بطنك بالشكل ده، ايدك اليمين هتطلع بالشكل ده، ايدك اليمين هتكون بالشكل ده، هتمسك هنا، ايد اليمين هتطلع هنا عشان تصد ايده، عشان ايده ما تطلعش. دي بتعمل زي صد، صد الايده عشان ايده ما تطلعش لقدام. ايد الشمال بتطلع، كفه كله كامل مفروض اهو على ايده اهو كده. هو لو حاول يطعنك بالشكل ده، فانت ايدك دي هتصد، صد الصوابع بتاعته من هنا، صدها خلاص اهو، ودي تقفل على ايده عشان ما يحاولش يسحب ايده لورا تاني او يطلع بيها لفوق اهو. الاتنين هيطلعوا بالشكل ده، هيدخلوا عليه كده اهو، هترجع لورا ال10 سنتي دول وتنزل وتلف ايده بالشكل ده. انا تاني مفصل الريست بتاعه، ايد اليمين هتطلع تاخد دماغه ناحيتي بس، اهو اول ما نمسكه المسكه دي ايد اليمين هتسيب وهتاخد دماغه ناحيتي. الايد اليمين هتكون بالشكل ده، هتدخل هنا اهو، صد الصوابع بتاعته من هنا اهو. الايد الشمال هتطلع، كف كامل مفروض اهوت على ايده اهو عشان ما يحاولش يسحب ايده لورا او يطلع بيها لفوق. اول ما بتمسك المسكه دي كده اهو، بترجع لورا انت ال10 سنتي دول عشان تكون السكينة وانت بتلف فيها تكون بعيدة عن بطنك. تلف اللفة دي، صباع الإبهام ضغط على الريست بتاعه، ايدي اليمين هتطلع هتاخد دماغه كده وتسحبها ناحيتي. في نفس الوقت اللي انا هنسحب دماغه هناخد ايده ونجيبها عند ظهره. دلوقتي بقيت انا اللي مثبته، الإيد اليمين أهو، الإيد الشمال مفرودة كامل، الإيد اليمين هتطلع من هنا أهو، تضغط هنا أهو، في نفس الوقت الإيد اللي هي الشمال الكف كامل أهو، الاتنين هيدخلوا مع بعض كده أهو، هنرجع لورا 10 سنتي ونلفه، صباع الإبهام ضاغط على الريست خالص أهو. أول ما توصل للحركة دي إيدك اليمين بتسيب وتمسك الدماغ، هنسحب دماغه عليها، في نفس الوقت بنسحب ايده الشمال ناحية ظهره كده. الايد اليمين طلع بالشكل ده، صد، هتصد الصوابع بتاعته من هنا اهو. الايد الشمال اللي هي من فوق كاملة، هنرجع لورا ال10 سنتي دول عشان تكون بعيد عن الشفرة بتاعت السكينة اهو. هنلف ايده بالشكل ده، اول ما نلف ايده كده الابهام بيضغط على ايه، على مفصل الريست اهو. الايد اليمين هتطلع تمسك دماغه، هتشد دماغ ناحيتي اهو، في نفس الوقت ناخد ايد الشمال بتاخد ايده بترجع بيها عند ظهره كده. بقيت انا اللي مثبته دلوقتي، بقت السكينة على ظهره بالشكل ده.